جوز كلام حبيبتي معنا شي تاكل مع القهوه بسكوت شوكولا حي الله شي بتعرفي بحب حلي تمي الصبح مع القهوه انا ما شفت حدا بيشرب قهوه ساده وبيحلي تمه بشوكولا او بسكوت حط فيها سكر وخلصنا بك يا ام جوزيف يا حبيبتي ما بتعرفي تجاوبي بدون ما تعملي قصه وسيره ايه لا ما عنا شي طيب لكن رح انزل لعند السمان نجيب اكلتين ثلاثه واطلع لا 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 تذكرت عنا بسكويت مغطس بالشوكولا حلو كثير قومي ناولينا شي بسكوت تخيل عينك يلا يلا ها فكرة عينك، هاي بدال البسكوتة تنتين <applause> لك شو هاد لسه في منهم هاي الشغلات بسكوتة برشام من وين لقيتيها <applause> وانا استغربت وقت شفتها فكرت انقرضة دخلك لساتها بليرتين ونص ليرتين ونص من كل عقلك ابو فاكر لسه في شي بالليرات <applause> إيه بس مو طيبه طعمتها كانها قديمه ومرطبه مدري شلون اي وانا وقت اشتريتها ما حسيتها تازه والله لك لكن ليش جبتيها لكن امبارح الصباح وقت نزلت على الصيدليه اجيب دواء كان في ولد عم ببيعهم بالشارع وركض وراي وصار يترجاني اشتري مني بسكوت اشتري مني بسكوتة ايه اجيت إيه بدي اعطيه مصاري بدون ما اخذ بس ما رضي انت اخذت بسكوتين وعطيته 500 ليره بس هذا الولد مو لازم الصبح يكون بمدرسته يا حرام قصته بتقطع القلب مضطر يشتغل مشان يصرف على امه واخته لا حول ولا قوه الا بالله بس يا ام جوزيف نحن ما بصير نشتري منهم ونمشي لازم نوعيهم لازم نفهمهم لازم ما نشجعهم ونقنعهم انه يرجعوا على مدارسهم ويتعلموا يا ابو فاكر يا حبيبي انا وانت منحكي هذا الحكي ومنعرفه بس كيف بدي اقوله لولد هو المعيل الوحيد لامه واخته بعد ما ابوه اختفى وما حدا بيعرف عنه شيء يعني مو معقول انه ما في حل معقول ما حدا عم خال حي حدا ينقذ مستقبل هالطفل هذا لك يا ابو فاكر ليش في حدا لحدا بهالظروف يلي عم نعيشها قول الله يعين العالم وبس إيه لك ما بصير اذا كل شغله بدنا نقول ما لها حل بتخرب الدنيا طيب هات لنشوف شو الحل الحل انه الولد يتعلم هذا شو رح يكون مستقبله ليكبر اه بده يضل هيك يدور بالشوارع يبيع بسكوت والله فهمان عليك ومزبوط الحكي اللي عم تحكيه بس يا ابو فاكر هاد حكي نظري انا وياك بنقوله حكي نظري هلا هذا اللي طلع معي؟ اي نعم، لانه الواقع اللي عايشه هاد الولد اقسى واقوى من كل رغبته بانه يتعلم. طيب يا سيدي، اذا ترك علبة هالبسكوت، مين بده يطعميه هو وامه واخته؟ يا سيدي، واذا لقوا مين يطعميهم، مين بده يصرف عليه وعلى مدرسته؟ طب يشتغل المسا ويداوم الصبح بالمدرسة شو فيها؟ على هوا ما فهمت منه، انه كل شغله بهالساعة يلي بيروحوا فيها الاولاد على المدرسة، والساعة يلي بينصرفوا فيها. أنا لقيت الحل، يمكن ما يكون حل جذري، بس أكيد بساعد كم ولد من اللي عندهم نفس الظروف. شو حل. رح اقدم طلب على وزاره التربيه انهم يعملوا دوام قصير بعد الظهر للطلاب اللي عندهم نفس ظروف هذا الولد، وانا مستعد اتطوع ودرسهم بدون مصاري، وهيك ما بيخسروا تعليمهم بشكل كامل ولا بيموتوا من الجوع، لبينما الحكومه المصونه تلاقي لها شي حل. وإذا ما وافقوا لك على الطلب منجيب الولاد لهون على البيت وبنعمل نحن المدرسه. جوز كلام